لا يوجد مكان للاختباء في السهول المفتوحة. يعتمد بقاء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والفهود على قدرتها على متابعة الفريسة بنجاح، وعلى فريستها الفرار لتجنب التعرض للهجوم والقتل. المفترس والفريسة متورطان في سباق تطوري، حيث تحتاج إلى أن تكون أسرع وأقوى وأكثر ذكاءً من خصمك. لا يوجد مكان آخر يتجلى فيه هذا بشكل أكثر دراماتيكية من الصافانا الأفريقية، موطن أسرع الحيوانات البرية وأكثرها مرونة على الأرض. في كثير من الأحيان في هذا الصراع الدرامي من أجل البقاء، تقوم الفريسة والحيوانات المفترسة بتغيير الأماكن. تتطور كل مواجهة وكل صراع من أجل الحياة وفقاً لسيناريو خاص بها، وغالباً ما يكون نموذجياً ولكنه فريد في بعض الأحيان. ولا تكون الضحية دائماً حماراً وحشياً أو ظبياً أو جاموساً، غالباً أسد شرس أو فهد مفترس أو ضبع أو جاغوار هزموا. في هذا الفيديو سوف نخبرك عن ذلك. الخنزير يستخدم أنيابه لصد هجوم مفاجئ لجاغوار بنجاح. يمكن أن تكون هذه الأنياب لحيوان مفترس أصيب بجروح خطيرة. أحاطت عدة أسود بجاموس ودارت بينهما معارك طاحنة. مناورات ناجحة بالجسد، لقطات فريدة من نوعها لقطيع من الضباع يهاجم لبوة وحيدة. تنجح اللبوة بصد هجوم الجائعين بلا هوادة. تستفيد الحيوانات المفترسة فقط من الحجم والقوة تسمح لها بتجنب الموت. النمس يتسبب في مخاطر للحيوانات المفترسة الكبيرة. إنه أقل عدوانية، ولكن يمكنه مهاجمة العدو بغض النظر عن الاختلاف في الأبعاد في الترسانة الهجومية. النمس لديه مخالب حادة طويلة وأسنان أكثر خطورة. قررت الخنازير البرية تعكير صفو الهدوء أثناء وجبة وحيد القرن. على الرغم من أن وحيد القرن ليس عدوانيا تجاه الثدييات الأخرى، إلا أنه فوجئ بضيف غير متوقع تغلب عليه بضربة قوية من القرن وسبب له إصابات خطيرة. الأسود في مواجهة الجواميس. عامل الفصل الرئيسي في تلك المعركة هو التفوق العددي. الخنازير البرية قادرة على صد الهجمات حتى لوحدها، لديهم قدرة فائقة في المناورة والفرار، ويمكن أن تشكل خطرا جسيما. الحمار الوحشي. على الرغم من قوته البدنية، إلا أنه يتعرض لهجمات شرسة في البراري الأفريقية، ولكن بسبب العضلات المتطورة وحوافرها التي تستخدمها كأسلحة تهدد بها أي مفترس قد يقترب منها. حتى إن المفترس لا يتشبث بفريسته دائما، يصل الهجوم إلى ذروته لأنه في عملية النضال في كثير من الأحيان تحدث إصابات خطيرة، وفي كثير من الأحيان في رحلة بحث الفهود عن الظباء تموت الظباء من ضرباتهم الطويلة. ولكن قرونها الحادة يصل طولها إلى 90 سنتيمترا قد تساعدها في الفرار والنجاة من تلك الهجمات الشرسة. نظرا لحجمها الهائل وقوتها، فإن الجاموس سيخرج أسدا في كل مرة تقريبا في مواجهة واحدة، ومع ذلك يمكن لفخر الأسود يتغلب على جاموس رأس واحد من خلال الاستفادة من قوة المجموع. يمكن للأسد الواحد أحيانا أن يأخذ عجلا أو جاموسا مصابا بمفرده بافتراض أنها مبارزة فردية، فمن المرجح أن يخرج الأسد كفائز. ومع ذلك يمكن لكليهما هزيمة بعضهما البعض اعتمادا على أي ظرف حاضر. على الرغم من أن الجاموس يمكنه التغلب على الأسد بقوته المطلقة، إلا أن الأسود حيوانات مفترسة ذكية وماهرة.